بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نواصل مع التمرين الأول. في الفيديو السابق كنا شفنا لو بروبيكا، الآن راح نشوفو لو دوزيام كا. دون لو دوزيام كا عطاو لي معلومتين. المعلومة الأولى أنو الانستان تي تيكال زيرو، لامبليتود تكون موان أن سنتيمتر، ما تكونش صفر كيما الكا الاول. ايضا معلومه انه في تلك اللحظه السرعه تكون اصغر من الصفر. الان لازم ننطلق من هذه المعلومات، من هذه المعلومتين، باش نوصل ديتيرميني اكس دو تي ماذا تساوي. طبعا انا نعاود نذكركم باللي اكس دو تي تساوي ا كوسينوس اوميغا 0 دو تي بلس في. نعاود نذكركم كذلك باللي هذه نعرفوها اللي هي 2 سنتيمتر، هذه نعرفوها اللي هي 1 راديون بار سكوند. اي ريست ا ديتيرميني لونغل في. اذا هو المطلوب من التمرين هذا في الحقيقه هو اننا نلقاو لونغل في. علاش غير في؟ لانه نعرفوا حنا باللي عندنا اين ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر، هاي ليك 100 سكوند مومبر، وحلوها قلنا حلوها جي بي من الشكل ا، من الشكل x تيكال a كوس اوميغا 0 دو تي بلس بلس في. الان ما عليا الا نجي نعوض x صفر، تعطي لي بو هذه تروح، كي نعوض تي بصفر تروح، تبقى لي a كوسينوس في تساوي ناقص واحد. وما تنساوش باللي a تساوي اثنين. اذا تحصلت على معادله اولى تقول لي باللي 2 كوس في تساوي ناقص واحد. اذا وكانه راهم يقولوا لي باللي لو كوسينوس في يساوي ناقص واحد على 2. صح. الان شكون الكوسينوس تاعو يساوي ناقص واحد على 2؟ معروفه الزاويه، ولكن ما هي الزاوية؟ لأنه قلنا لكم كوسينوس موا إكس يساوي كوسينوس إكس، دونك شكون اللي يفرق؟ شكون اللي يصنع الفارق؟ شكون اللي يبين؟ هو لو سينوس. لو سينوس منين يجي يظهر؟ في السرعة. إذا أنا واش راح ندير دوكا؟ نروح نخدم إكس بوان، إكس بوان دونك نشتاق هاذي، دونك تجيني كيما مقبل موا أ أوميغا زيرو سينوس اوميغا 0 دو تي بلس في. الان نخدمها عند الزمن يساوي الصفر، تخرج لي موا ا اوميغا 0 هذه تروح بصفر تبقى لي سينوس في. هذه لازم تكون اصغر من الصفر. اذا لازم لو سينوس في يكون اكبر من الصفر. اذا لازم ندو في، ندو الزاويه في، بحيث لو كوسينوس تاعها يساوي كوسينوس تاعها يساوي موان ان دومي، والسينوس في لازم يكون اكبر من الصفر. لانه يعني عندي احتمالين، في تقدر تكون زاويتين، في زوج لو كوسينوس تاعهم يساوي موان ان دومي، بصح في السينوس يبان واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. ندو البوزيتيف. اذا الكوسينوس يعطي الاحتمالين والسينوس يرجح لي احد الاحتمالين. اذا بدون ما نحسب فيه، لانه تروح الكالكولاتريس دير لار كوسينوس، جيب الزاويه وتشوف شكون اللي تعطي لك السينوس موجب. اذا الى هنا وصلنا الى نهايه هذا التمرين، الى تمرين اخر ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.